الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ومعذرة على التأخير. معنا الأستاذ لؤي الغول، المحامي أبو عمر، للرد على استفساراتكم وأسئلتكم بعد أن يطرح عليكم الموضوع الذي كنا قد أشرنا إليه سابقا، موضوع هجرة المناطق الريفية. أبو عمر أهلا وسهلا. حياك الله أبوي. يا أهلا وسهلا. اليوم التاريخ 5 من نوفمبر 2019، هذا بس عشان اللي بيدوروا في الحلقات لما يبتدوا فيها يبقوا عارفين احنا بنحكي في اي حلقه. اذا عندنا موضوع المناطق الريفيه. نعم. وفي تنويه انه كيبك اليوم اول امبارح فتحت حاجه ثانيه، بروجرام لكيبك. انا وين حطيت الورقه هنا؟ ايوه، كيبك اكسبيرينس بروجرام، منستري اوف الاميجريشن في كيبك عملته بالنسبه للعمال المؤقتين. نعم. واللي عندهم خبره والطلبه الدوليين اللي هم لازم يعملوا 900 ساعة. نعم. وعندنا الموضوع الثالث اللي هو 100 نقطة تبعون البروفينشال نوميني تبعون مانيتوبا. إذا عندنا ثلاث حاجات. نعم. هجرة المناطق الريفية اللي بدت في ألتونا يوم 1 الشهر. نعم. وفزعت الدنيا كلها ألتونا ألتونا ألتونا. ماشي؟ يعني عندنا ألتونا وعندنا موردن. يا جماعة في مانيتوبا في عندنا مكانين، وموردن فيها أكثر من 160,000. من يعلم. نعم. اذا ابو عمر نفتح لك الخط ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل لك الطريق. حياكم الله، اهلا وسهلا جميعا بكم، وان شاء الله تكونوا بصحه وبخير دائما كما عودناكم. نتكلم اليوم ان شاء الله عن بعض الاسئله اللي عندكم اياها، وننهي البرنامج ببعض المعلومات عن البرنامج اللي احنا نوهنا عنه في الماضي بالنسبه للمناطق الريفيه، مش فقط في مانيتوبا ولكن في كل كندا، اللي أعلن عنه وزير الهجرة الأستاذ حسين، الأونربل حسين. وكان الكلام هذا من قبل الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، والحمد لله مع فوز حزب تبعهم سيتم الاستمرار في هذا البرنامج الذي أعلن عنه عن طريق المقاطعة، عن طريق الحكومة الفيدرالية. سنرجع نتكلم عنه إن شاء الله في نهاية الحلقة. حلقتنا اليوم حتكون شوي أقصر من حلقات السابقة، وذلك التزامنا بمواعيد مسبقة للأسف في قضايا مهمة مع كلاينتس موجودين، ولكن إن شاء الله سنمر على الأسئلة بشكل سريع ونحاول نغطي فيها أكثر قدر ممكن. وفي حوالي الساعة قبل 12:30 سنأتي في نتكلم عن البرنامج هذا أيضا. كما لاحظتوا في العرب إيميجرانس، المهاجرون العرب، ستجدون أن هناك إعلانات سابقة قبل يوم أو يومين من تاريخ اليوم عن بعض الطرق لزيادة نقاطكم في بالنسبة للمقاطعة، بالنسبة للمناطق الريفية، المقاطعات في المقاطعات وبالذات في مانيتوبا. وهناك أيضا برنامج آخر سيتم الإعلان عنه عن قريب إن شاء الله. للتنبيه، كما أنتم عارفين، فقناة المهاجرون العرب The Arab Immigrants أنشئت من قبل سنتين تقريبا، وهناك بعض الأسماء المشابهة لها. وحاليا في الفترة القديمة الأخيرة تقريبا، يعني يمكن شهرين فاتوا، صدرت قناة جديدة سميت بصوت المهاجرون العرب، ليس لها علاقة بالمهاجرون العرب، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما فيه خير للجالية، وإن شاء الله احنا نقوي ونشجع كل من يستطيع أن يقوم بنشاطات جيدة للجالية وخدمة الجالية. لكن احنا حبينا نكون واضحين أنه ليست لها أفليشن، وأنا أقول النقطة هذه لأنه وجدنا فيها بعض النشر والمعلومات عن برامج هجرة أو طرق للهجرة التي لم يصرح بها محامين هجرة أو مستشارين هجرة، فحبينا بس نوضح أنه هذه ليست صادرة عن برامج أنا تكلمت عنها في الماضي أو أتكلم عنها حاليا، هي قناة مختلفة عنا. وإن شاء الله انتبهوا للأسماء هذه، وإحنا إن شاء الله دائما في مساعدتكم ومساعدة أي جروب وأي نشاط وأي جهة بتحاول تساعد الجالية أيضا، ولكن ليس هذا كلامي ولا نصيحتي عن البرامج التي تعلن عن القناة في هذه القناة. طيب، نتكلم بالأسئلة، نبدأ الأسئلة إن شاء الله بالأول. أبو عمر، خذ من هذا، إذا بدك تأخذ من هنا تفضل. خذ هذا السؤال لأنه هذا من عنده، إحنا وقفنا هذا
لا يمكن ابو وليد احنا بشهر 10 بشيء كذا قديم جدا شهر 8 خلاص انت من ممكن تحكي سؤال اذا احنا ما شفناهوش قبل هيك يعني. اوكي انا بحاول نفتح السؤال. هاي السؤال الراجل حاطط صوره للورقه المفوضيه. نعم ثانيه واحده. الراجل حاطط صوره لورقه المفوضيه وبقول هل هذه الورقه المقصوده؟ الان الصوره مش افيلبل على الواتساب فاحنا مش شايفينها فما بنقدرش نجاوبك اخي الفاضل. طيب اذا انت من عند اي تاريخ انت؟ انا من يوم عندي تاريخ 29 اكتوبر 2019. ماشي الحال انا همشي لغايه 29 اكتوبر 2019. تمام تفضل. بقول السؤال بقول السلام عليكم مشكور على مجهودكم الطيب. سؤالي هو هل يستطيع اللاجئ وقبل الحصول على الحكم أن يحضر والدته التي تقيم في بلده الأم مع العلم أنها كبيرة بالعمر ولا يوجد من يقوم على طلباتها وهل يستطيع كفالة أخيه؟ شكرا لجهودكم الطيبة. أخي الكريم الجواب على سؤالك أنه ليس هناك برامج هجرة تسمح للاجئ التي لم يتم التفويض بأمره أو الحكم بأمره أن يستقطب أهليه أو أخوه إلى آخره في بعض المقاطعات التي تسمح بالأمر. هذا لا يجوز لأنه أنت اللاجئ هذا بشكل عام ما زال خوض أنه هو نعرف أنه حينقبل كطلب اللجوء له أم لا. يعني بمعنى آخر الأم أو الأخ في الحال هذه يحضرون مستقلين وليس عن طريق السبونسر. طيب السؤال أخي الكريم السؤال عندي لو سمحتم. أنا حسام لدي ملف لجوء في كندا 2015 ولكن مرفوض والسبب تضارب أقوال. ما هي الطريقة التي تسمح لي بالهجرة إلى كندا مع العلم والدي ووالدتي وأخواتي موجودين في كندا منذ 3 سنوات؟ أتمنى الرد وشكرا لكم. أستاذ حسام أنا ما عنديش فكرة إيش قصدك بأنه في تضارب أقوال، لكن في حالات لجوء إحنا صارت معنا تم مبدئيا قبولها وبعد ذلك رفضها خلينا نقول بدل ما نقول تضارب أقوال حنقول لأسباب أنه ناس ادعوا أن هؤلاء اللاجئين في عندهم مشاكل أمنية أو عندهم انتماءات سياسية أو حزبية فتم رفضهم حتى بعد قبولهم المبدئي. ما بعرف إذا أنت حالتك مشابهة أم لا. إذا هذا الأمر هناك طريقة نستطيع إحنا نتكلم مع الحكومة ممثلي الحكومة الكندية بالملف تبعك وإن شاء الله محاولة علاج المشكلة، لكن لا أستطيع أن ما بعرف إيش قصدك بتضارب الأقوال، لكن أعتقد المعلومة اللي أنا بحب أعطيها للناس إنه في طريقة حتى مع الرفض أن يكون هناك استئناف لتصليح المشكلة إذا كان في مشكلة إن شاء الله إذا نحلها إن شاء الله. طيب أقول أنا دكتور محمد عمره 44 سنة مقيم في دمشق قدم من 3 أشهر على فيزا دراسة للغة إنجليزية مرفقة بأوراقه الثبوتية مع قبول من معهد في كندا في سفارة بيروت. ما هي فرصة الموافقة على الفيزا وشكرا؟ علما أنهم أرسلوا لي إيميل يعلمونني بأن البصمة والصورة والتعريفية صالحة لمدة 2029 منذ 15 يوم. دكتور حياك الله. أنا ما عندي فكرة أجين بالتفاصيل تاعت القبول تبعك، ولكن الواضح أنه قبول لغة إنجليزية. ما أستطيع التعليق أخي الكريم لأنه يعني أنا ممكن أقول لك أنه القبول اللغة يعتبر كدراسة يعتبر قبول ضعيف، قبول اللغة كدراسة يعتبر قبول ضعيف. فلو أنت مقدم من بلد فيها يعتبر فيها مشاكل أو فيها وضع سيء شوي فرصة قبولك عادة ما تكون قوية. تكون قوية في حالة لو كان القبول الدراسي هذا مشروط لبرنامج آخر، يعني أنت داخل برنامج ماسترز أو داخل برنامج دراسة عادية أو حرفية وطلبين منك قبل ما تبدأ الدراسة في المعهد هذا أن يكون عندك إيش مثلا قبول لغة في معهد مسبق قبلي أو في نفس المعهد اللي فيه الدراسة اللي بعد هيك مشروط لمدة أسابيع أو أشهر معينة حتى تستطيع أن ترفع من مستواك لتستطيع أن تتعلم باللغة الإنجليزية. هاي حالتها بكون إشي اسمه pathway أو قبول مشروط مقبول لتوصل للهدف الثاني.
ممكن أقول لك إنه فرص قبول اللغة تكون أضعف من فرص قبول برنامج دراسة معين. طيب سؤال، طيب هذا سؤال تم الإجابة عنه قبل هيك. طيب سؤال بقول برنامج بقول أنا حابب إنه يأتي استثمار ويعطي برنامج يعطي الإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار بدون شروط عمر أو لغة أو خبرة، فقط أثبات مالية. تكلمنا في الموضوع هذا أخي الكريم عن برنامج زي حكومة كوبيك في الاستثمار في هذا الأمر، ولكن أيضا مع حكومة كوبيك هناك في بعض الشروط، وأنا أجبت عليك بأن تبعت إيميل للأستاذ مازن فرد، كان لك استفسار آخر بقول كم المدة لهذا البرنامج وهل يوجد أقل من هذا المبلغ أم لا، ورد علي. طبعا المدة عادة تكون زي ما تكلمنا تقريبا سنتين إلى سنتين ونصف، والمبلغ كما تكلمنا في الحلقة السابقة أنه بيكون تقريبا تستثمر ما قيمة 1,200,000 أو يروح عليك مبلغ معين تقريبا 300,000 دولار. طيب نتكمل الأسئلة. سؤال بقول عليه السلام عليكم، استفسار إذا سمحت، إذا طلع واحد بفيزة استثمار طيب وأخذ الأولاد معه ليكملوا الدراسة حتى ينهي الإجراءات وهو في كندا، هل سوف تكون مدارس مجانية؟ وإذا لا متى تصبح مجانية؟ شكرا لكم. الجواب لا تكون مجانية إذا أنت رايح على فيزة استثمار، ولكن إذا جاي على برامج مش فيزة استثمار وإنما إقامة عمل استثمار تكون المدارس مجانية تحت سن التوجيهي أو دراسة التوجيهي. إذا خارج إلى الفيزا الاستكشافية الاستثمار وسجلت أولادك لا تكون مجانية، يدفعون الـ international fees وتصبح مجانية عند حصولك على إذا هي الجامعة الـ PR وأقل من الجامعة الـ work permit على حسب المقاطعة اللي أنت مقدم عليها أو البرنامج اللي أنت مقدم عليه في المقاطعة أيضا. أوكي سؤال. أوكي نأخذ سؤال من تفضل. أوكي طيب. في أنا بقول أحمد صديقي، أنا في كندا في كيبك ومقدم لجوء، جيت من أمريكا ومع زوجتي وبنتي، هل في طريقة لتسريع المحكمة على شو بيستندوا في المواعيد؟ لأنه بسمع ناس بكم شهر وناس بسنة، علما بأني أنا فلسطيني الجنسية ولكن لا يوجد معي جنسية، سجلوني ستيتلس، معي جواز مؤقت تبع غزة صادر من الأردن، الاستعجال لأنه في كثير من الأمور تستند على المحكمة مثل الدراسة، ولو نقلت لملفي لمقاطعة تانية إيش بيصير؟ طب إحنا نبدأ من الآخر الأول، إذا نقلت ملفك من مقاطعة إلى مقاطعة تستمر معاملة اللجوء تبعتك، ولكن تنتقل البروسيسنج سنتر لحسب المقاطعة الجديدة اللي أنت رايح عليها. إذا ما في أي تأخير في الأمر هذا، لأنكم إخواني وأخواتي هناك مراكز معينة في كندا بالنسبة لموضوع اللجوء الهجرة للجوء من داخل كندا، فالبروسيسنج بكون عادة يستمر في نفس الشيء. على سبيل المثال إذا ما أنت لجوء في مانيتوبا هون يكون الاستفسار عن موضوع اللجوء وتقديم لموضوع اللجوء إلى آخره يكون في من عن طريق فانكوفر مثلا، فعلى سبيل المثال فالبروسيسنج بكون في مكان آخر مش شرط يكون في نفس المقاطعة اللي أنت فيها. سؤال أعتقد أبو وليد أنا فهمته هو طويل شوي، إنه بيسأل قديش تأخذ المدة لأنه بقول هل في تسريع، لأنه في ناس بتأخذ فترة بسيطة وناس فترة طويلة. نعم ما في شيء اسمه تسريع إلا إذا كان في لك ظروف، يعني صار لك ظروف معينة تتطلب أن يكون لك تسريع في البرنامج، مثلا على سبيل المثال يعني في حالة مرضية معينة، في حالة شغلات زي هاي يعني. لكن ليش في بعض الأمور، سؤال وجيه، ليش في بعض الحالات تأخذ أشهر يعني 2-3 شهرين وبعض الحالات تأخذ أشهر عدة 9-10 وما فوق، ليش في اختلاف في الاثنين هذول؟ الأمر يرجع للبلد اللي أنت جاي منها والحالة اللي أنت مقدم عليها أو أنت مقدم عليها. أوكي في بعض البلدان في كندا يعني تسرع معاملتهم إذا مقدمين لجوء زي اليمن إلى آخره، في بعض البلدان
بيكون عليهم question mark، لأنه بكون مش عارفين إذا الشخص نفسه له خط رجع على بلد أخرى فيها أمن أكثر. وفي بعض الناس مع أنهم مثلا نأخذ الإكزامبل أو المثال أنه هو يمني، بعض الناس ومعهم المثال اليمني أنه هو يمني لآخره، ولكن عنده إقامة في بلد أخرى، فيؤدي ذلك إلى مشاكل في الطلب نفسه اللي بيقدم عليه. فإذا نعم هناك اختلاف، والاختلاف هذا واضح على حسب البلد اللي انت مقدم منها وجنسية اللي تحملها، وأيضا على حسب إذا أنت أو أنت لكم خط رجع أو مكان آمن غير كندا اللي انتم مقدمين فيها. أوكي، سؤال تاني يجي على الدايركت. زوجتي كانت في كندا، اسمه علاء. نعم. زوجتي كانت في كندا 4 سنوات متواصلة عبر عقد عمل، وهي الآن في مصر. ممكن تقدم على إكسبرس إنتري بمفردها من داخل مصر، وهي فقط مقيمة في مصر لأنها غير مصرية، وعدم اكتمال الحساب البنكي لثلاثة أشخاص بعد سنة. ممكن تقدم لم شمل. هي حاليا في مصر؟ هي حاليا في مصر وهي مش مصرية، لكن كانت موجودة في كندا. نعم. واشتغلت 4 سنوات في كندا، وبالتالي عندها خبرة كندية، لكنها ليس عندها بي آر أو شيء. لا لا. أوكي. هي بقول لك هل من ممكن تقدم على إكسبرس إنتري؟ يعني تقدم هجرة؟ نعم. إذا عندها إذا قدمت الفترة هذه ودرست الفترة هذه في كندا أو اشتغلت في كندا، تكون هاي محسوبة من الطلب اللي بتقدم عليه. إمتى هي؟ بس هي سؤال إمتى كانت؟ ما حطش تفاصيل إمتى كانت ولا أي تفاصيل أخرى. نعم. طيب، أنا من غزة دارسة أشعة تشخيصية وعندي خبرة 11 سنة وثلاث أطفال تحت 8 سنوات. إيش أفضل طريقة للهجرة؟ هي فنية. نعم. هي عندها الكواليفيكيشن تاع التريد هناك. ماشي، عندها إياها. هذه بترجع لل 100 نقطة تبعهم من مانيتوبا. نعم، لما بعتمد صح بالضبط بريد. يعني مشان هيك بنعرف إننا نعرف إحنا، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عنها إن شاء الله. طيب، هذه بالفرنسي جهام مش هنا اليوم. طيب، نرجع تاني إلى الأسئلة اللي عندك على الواتساب لو سمحت. سؤال بقول السلام عليكم، أنا هل يمكن معرفة إذا في إمكانية العيش في كندا وما هي أفضل وما هي من فضلك؟ سؤال عام جدا أخي الكريم. للعلم أنا جزائري، أبلغ 45 سنة من عمر، متزوج وأب لطفلين، وأشتغل في الفندقة، وأدخل اللغتين الإنجليزية والفرنسية وأيضا اللغة العربية طبعا. شكرا جزيلا. طيب، أصبح الآن أخي الكريم في عندنا أشياء ممكن إحنا نشتغل معها. عمر 45 سنة جيد، عالي شوي عمرك، يعني ممكن زوجتك تكون أقل ما بعرف، لكن تجيد اللغة الفرنسية هذه من الكلام تبعك، هذا يفتح لك مجال آخر للفرانكفون السيستم تبع أو الستريم تبع الفرنش. بيسموه هنا مدام برجي، فرانكفونيين بيختصروا مدام برجي. شغلك بالفندقة جيد، هاي الخبرة تبعتك، لكن ما عندي فكرة كيف هي، شو شهادتك أو إيش دارس. على كل إن شاء الله في عندك فرصة، أتمنى أن تتواصل معنا عن طريق isa@algol.com، وإن شاء الله نقدر نعمل لك الأسسمنت تبعتك. طيب، عندك سؤال؟ عندي واحد بقول لك أنا إجتني الموافقة على الكفالة، ما المدة التقريبية حتى يبلشوا يتواصلوا معي؟ هو خارج كندا؟ تقريبا بتاخذ 6 إلى 8 أشهر أخي الكريم. بس هو هنا استنى نكمل، انه هل هو كفالة من اي نوع؟ هل كفالة لجوء، كفالة خاصة من الاردن، مقدم في 2018. نعم. بدأوا المعالجة في 6/2019، وصار عنده decision made. الان بقول اجت الموافقة، انت already decision made، انت مخلص. نعم. يعني وعملت الفحص الطبي، يعني هو المفروض بيسأل يعني امتى بده يسافر معناته. Most likely it's within 3 months. I don't know والله بوليد، بعتمد على، مش عارف إذا في عنده أي complications. هو لا، هو مخلص كل شيء لأنه مقدم وعامل وعامل فحص الطبي وصار عنده decision made، والسفر في شهر 10/2019 مع عدد 2019. عدد إن شاء الله يعني بين 10 أسابيع إلى 12 أسبوع إن شاء الله. والله يلا يجيب اللي فيه الخير.
طيب السلام عليكم، أنا مقيم دائم في كندا ودخلت البلد عن طريق برنامج لجوء كفالة خاصة ومحتاج أسافر. سؤالي هل أحتاج ترافل دوكيمنت أم أستطيع السفر بجوازي الأصلي، مع العلم أن جوازي الأصلي موجود معي؟ أوكي، ووجهتي للسفر ليست البلد الأم. شكرا جزيلا مقدما. طيب أنت جاوبتني على أسئلة كثير، بارك الله فيك. انت بي ار في كندا ودخلت البلد عن طريق برنامج اللجوء، ما في مشكله، جواز معك لانه انتهت موضوع البي ار تبعك او اللجوء تبعك، ما في داعي ان تحتاج، ما في داعي تجيب ترافل دوكيمنت اذا البلد اللي حتسافر عليها اللي هي مش البلد الام تسمح بجنسيتك. اما اذا جنسيتك مثلا غير مرغوب فيها البلد اللي انت بدك تسافر عليها، وفي عندك عوامل ضروريه للسفر هناك، تستطيع ان تقدم على الترافل دوكيمنت. تمام، كمل وليد ولا عندك اسئله؟ كمل، انا بطلع على الاسئله اللي بتيجي. هل يوجد طريقه اسهل للهجره لكندا عبر الاكسبرس انتري؟ يعتبر اسرع حاجه الاكسبرس انتري بالنسبه للسكيل، الا اذا بدي اقدمه طبعا عن طريق المقاطعات. عبد الرحمن، عفوا اخواني ما نستطيع الاجابه على مكالمات تاتي على في هنا حاجة شوي بدأت نوقف عندها. أبو عمر تفضل. أوكي، في واحد اسمه عبد الرحمن وبعت لي صورة العقد والموافقة للشركة من وينيبيغ. طيب الشركة أنا حزورها. طيب. أنا قلت يعني أنا بشخصيا مش نصابين يعني. لا لا، إيش مش هيك، هي النصبة مش من الشركة، هذه تاني مرة أشوف ورق عقد LMIA واسم محامي. طيب ودورت على اسم المحامي ما لقيتوش، ورحت عندك على المستشارين دورت ما لقيتوش. الشركه موجوده، واحد بيستخدم اسم واحد الشركه مستخدم بس. يعني وحاطط الراتب في الحاله الثانيه 10500 دولار شهري، يعني جاستن ترودو بياخذ الراتب هذا ياخذ بس مش اوكي بس يعني مع البدلات تبعته. طيب اخونا حاطين له ما تقريبا هيوصل 7. نعم. طيب الشغل تبعه ملوش علاقه بالشغل اللي جاي يشتغله، وانجينيرنج ما عندوش لايسنس. موضوع يعني في موضوع في في في, في شيء. فانا قررت اني انا حروح، لانه هذه الان جنبي، حروح للشركه بارك الله فيك واشوف اذا فعلا العقد هذا طالع من عندهم ولا مش عندهم. حدا متبلي وجايب اسمه ومحاط ومسوي الى اخره. فاخر فاضل انا شفت الورق وشفت الاسم وكل شيء، وقررت اني اروح بنفسي. يعني مش هعرض موضوعك، لانه موضوعك اذا فعلا نصب حيكون شيء غير شكل، لان هذا مش اول واحد ومن مانيتوبا. يعني صمدي هيك احنا صراحه لا، الان هذا حدا في بيستغل موضوع مانيتوبا وانه الناس بدها تيجي على مانيتوبا وشغال في الحكايه هذه. يا ف طب هذا الاخ مش هالاخ مش الاخ هذا الرجل او الشخص مش مفروض انه يتبلغ عنه اذا هو فعلا هيك اللي باعت؟ ما انا الان بدي اشوف اذا نفس الشخص اللي باعت الحالتين بيصير في عندنا مصدر. تمام. ف يعني احنا وي ار ديجينج فور ذا انفورميشن. ان شاء الله انا حدور لك على كل المعلومات اللي تجيب الموضوع، و ويل نوت تيك لونج تايم يعني. تمام ان شاء الله رب العالمين. طيب انا اخواني اخواتي انا حوقف هنا عن الاسئله مشان ابدا اتكلم شوي على برنامج الالتونا موردن والمناطق الريفيه اللي تكلمنا عنها قبل مره، مشان نقدر نستطيع ان زي ما وعدتكم نحكي شوي عن الموضوع هذا. هذا مهم جدا، الموضوع اللي كثير من الاخوه والاخوات اللي انترستد في الشيء هذا. اولا نتكلم بشكل عام عن ايش التصريح اللي نعمل على المناطق النائيه في كندا، سواء في اونتاريو، مانيتوبا، ساسكاتشوان الى اخره. انا بفضل اخواني واخواتي ان تزوروا الموقع من الحكومه الكنديه اللي بيعلنوا فيه عن اسماء هذه المدن الصغيره التي ينطبق عليها هذا البروجرام تبع المناطق النائيه، تاع البايلوت تاع المناطق النائيه. انا ان شاء الله وليد اذا بغلبك معي ممكن كتب كندا دوت سي اي
بالنسبه لهذا تمام الموقع الرئيسي يعني. تمام، فانتوا اندر كان دوت سي اي ممكن تخشوا هناك بالسيرش على ايش رولر اريا اسمه نيو برو نيو بايلوت بروجرام فور رولر اريز ان كندا. اوكي، وحيجي لكم التصريح نفسه، وحيجي لكم بعد هيك ايضا الليستة بالمناطق هذه اللي احنا تكلمنا عنها قبل مرة. واذا بتذكروا انا ذكرت لكم على الحلقات يعني متكلم احنا عن 3 أشهر او 4 أشهر، والله حتى يمكن اكتر، يمكن شهر 8 أو 7 كنا احنا نتكلم عن الموضوع هذا، ذكرنا فيها الاسماء بعض الاسماء، وذكرنا فيها موردن الى اخره من الاسماء التي اعلنت عنها عن طريق الحكومة الفيدرالية مسبقا لهذا البرنامج. طيب ايش هي ايش هو برنامج البايلوت بروجرام هذا للمناطق النائيه؟ هذا برنامج قامت فيه الحكومه الفيدراليه الكنديه بالاصدار عليه والاعلان عنه حتى يتم استقطاب مهاجرين جدد لمناطق تعتبر مناطق نائيه وليست مناطق الكبيره في البلد او اللي موجوده في البلد، لا هاي مناطق نائيه يكون عدد سكانها قليل جدا زي ما انتم عارفين بالإعلان احنا حكينا فيه، نتكلم عن أقل من 50,000، تكون المنطقة فيها فرص لأيذر الاستثمار أو الدراسة أو إلى آخره أو حتى الشغل في هذه المناطق. الاعتراض على الملف تبعك اذا الاسباب نعم، مثلا على سبيل المثال انا ابني والله انقبل، انا ساكن في موردن وابني انقبل، ابني الوحيد او ابني الكبير انقبل في مونتريال مثلا في جامعه كونكورديا مثلا، اوكي، وليس له هناك مجال اخر ان يدرس في جامعات اخرى لانه مثلا على سبيل المثال الجامعه هاي ابني عنده حاله مرضيه او ديسابيليتي او الى اخره والجامعه هاي بتعطي الإشي هذا وأنا لازم أكون مرفق له، هذا أكيد سبب مقنع 100% وليست له أي عواقب سيئة إذا تم النقل بعد الحصول على الموافقة من المدينة أو اللي في هي فيها المقاطعة. أوكي، إحنا ما حنخش بأسباب كل الأسباب التي ممكن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، ولكن سنأخذها حالة حالة على حسب ما يتكرر معنا الأمر هذا. ميزة البرامج المقاطعة الفيدرالي في هذه المقاطعات وفي الدول الصغيرة هذه إنه البرنامج سريع وبيسهل عنك وبيقطع عنك مشوار طويل في موضوع التحصيل على النقاط اللازمة مثلاً في البول في الإكسبرس إنتري إلى آخره، لأنه الغرض منه إنه تنمية هذه المناطق وتكبرتها بعدد سكان وبالاستثمار وبالعمل وبالشغل إلى آخره، فأصبح هناك تسهيلات من الحكومة على تقصير المدة الزمنية التي المطلوب فيها للشخص أن يشتغل فيها إلى آخره حتى يقدر يقدم على برنامج الهجرة عن طريق المقاطعات أو الإكسبرس إنتري إلى آخره. كما تفضل أبو وليد وزي ما احنا ذكرنا في الماضي عندكم منطقتين هنا ولا وهي ألتونا وموردن في مانيتوبا وفي كوبيك في مناطق أخرى وفي أونتاري في مناطق أخرى مدن أخرى إلى آخرهم. بما أنه احنا تكلمنا عن موردن وألتونا كمثال للمقاطعات الأخرى في المدن الصغيرة الأخرى في تلك المقاطعات، خلينا نستمر على الكلام على موردن والكلام على ألتونا
كيف او ايش الغرض من او ايش الطرق او ايش الستبس اللي مطلوبه حتى نستطيع او يستطيع المقدم على الطلب ان يعيش في هذه المناطق وياخذ النقاط المطلوبه. طبعا في حاله الاكسبرس انتري او في حاله السكيلد وركر او في حاله الكفاءه العامله هناك كاتيجوريز معينه ممكن ان تستقطب او يستقطب الشخص المقدم عن طريقها ويخش في البرنامج. تمام، هذه الليستة فيها انا برجع بقول انا بعودكم قاعد على الاشي هذا حتى ما يكون في ايش يعني موضوع ان يكون في اما عن واحد يلحق بس الوان سورس وخلص. لا، احنا ميزتنا وقوتنا مش انه نقول لك ايش المدينة هاي مدينة هديك، لا، انا ميزتنا انه نوصلك الى النتيجة الايجابية التي تؤدي الى الهجرة من غير ما يكون في مشاكل. وطبعا في بعض الحالات تكون صعبة ولكن نستمر معهم في الاستفسار والآخري حتى ان شاء الله نصل الى نتيجة طيبة وجيدة ومقبولة. اما ما هي البرامج او ما هي الاشياء اللي الناس المقاطعة في المدن هاي فيما يتوقف على سبيل المثال في ألتونا وموردن بتدور عليها، هذه موجودة على المواقع تبعت هذه المدن التي هي قدمت بالتقديم على برنامج الجديد هذا اللي نتكلم عنه، وتكون هي أيضا عندها يعني مش كفاءة ولكن قدرة qualification تأهل أو مؤهلات. مؤهلة أو مؤهلة عندها مؤهلات لاستقطاب هؤلاء الناس اللي مقدمين عليها. أنا للسهولة إن شاء الله وأبو وليد بعد إذنك أنا أفضل أن أبعث على الجروب على الفيسبوك جروب وعلى اليوتيوب جروب لستة بالنقاط هذه والأمور هذه المطلوبة حتى تكون أمامكم للعيان حتى يراها. ولكن أنصح بشكل قوي وجدي وأستمر في النصيحة أنه حاولوا قد ما بتقدروا بأي وسيلة ممكن أن تقدموا على هذه البرامج بمساعدة محامي هجرة أو مستشار قانوني معتمد للهجرة حتى تكون هناك عاملين. أولا تقليل الأخطاء، لأن وانس أنت عندك مشكلة في الخطأ في الملف يركن ملفك على جنب ويأخذ باللي وراه، لأن في كثير مقدمين. هاي واحد. اثنين، والأهم أنه أن تكون لك حماية وأنت بتقدم الملف عن طريق أشخاص مستشارين قانونيين محامين إلى آخره، بحيث لو أنه صار ما صار وفي مشكلة بالملف تكون لن تكون أو لا تكون أنت المخطئ وبذلك ينقطع عنك حبل الرحمة أو الري أبليكيشن في الـ HNC، ولكن يكون المخطئ هو البرزنتر بعك. هذا إذا صار أي خطأ تكون أنت محمي بالنقطة هذه. إذن لها فائدتين ممتازين وأقوياء جدا. إذن أصبح أنه أنا إن شاء الله بابات لأبو وليد اللي استهاب الأمور أبو وليد إذا بتحب وتحط أنت لينك للفيديو هذا بإذن الله تعالى. بإذن الله تمام. ضلت 100 نقطة هذه خليها بعدين لما تستمر أنت بلقائك وإن شاء الله حاملها في دردشة الجمعة تبعتي أنا إن شاء الله. تمام. حاضر ولا يكون مشكلة. هاي إحنا حطينا موقع من براندون وموقع من ألتونا على الصفحة موردن موردن براندون مش براندون as one of the cities as well programs. تمام طيب انا بالنسبه لوليد معلش اخذونا لازم ان ادخل في الميتنج الثاني اللي عندنا اياه، فاستاذنكم ودائما اشكركم على متابعتكم. ما شاء الله الارقام كبيره معنا، نشكركم على متابعتكم معنا والاستمراريه في المتابعه، واحنا دائما في خدمتكم بخدمه الجاليه في كندا. انا خليك انت وخليني اكمل مع الناس احكي لهم عن الميت نقطه. طيب اوكي خلاص ماشي الحال. اذا انتم زي ما بقولوا ما تغيرش المحطه، خليكم معايا. طبعا. انا هفتح لكم بس الصفحه تبعت لحظه خليني شو اماكنك. طيب عشان هسيبك انت هتروح على اجتماعاتك انا عارف. نعم اوكي. هاي هذه وين راحت الكاميرا هذه؟ نطفي الكاميرا هذه. اوكي
نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هو موضوع الميت نقطة؟ في كندا أنت لما بتقدم عندك نسميها الجمعيات المؤسسات اللي هي بترخص معاي. فإذا أنتم معاي في الموضوع هذا خليكم واعيين. الموضوع نحكي عن الجمعيات والمؤسسات اللي بترخص الناس. اللي قدم للهجرة على ساسكاتشوان، ساسكاتشوان من حوالي 6 شهور أو 7 شهور بدأت تعمل شيء، وهو الاشتراط في أنك تكون مسجل في الجمعية اللي بترخصك للعمل، وأن الجمعية هذه تعطي ما يثبت أنك أنت ممكن تشتغل. بالأمس أنا عقدت لقاء مع مسؤول جمعية بترخص الفنيين والمهندسين اللي بيشتغلوا بإيديهم، مش ديزاينرز، مش اللي بدهم يحصلوا على البي انش تبعت المهندسين زيي. الراجل هذا لقاءه موجود وجاهز، حيطلع لكم على الهواء. من ضمن الحوار اللي بيحكيه، وهذا اللي خلاه انه يجي ويحضر معايا الصراحة، انه في إمكانية للفني اللي بيسجل معهم قبل ما يجي على البروفينشال نوميني بروجرام تبع مانيتوبا في انه يحصل على 100 نقطة في برنامج مانيتوبا. هنا بيصير الحكي، هل هو خاص بالمهندسين لحالهم؟ معظم الناس ما بتعرفش الجواب. الكلام هذا له علاقة بالناس اللي لها جمعيات بترخص مهنهم. اتكلمنا عن نسميها الفنيين الأشعة مثلا، مش في لهم جمعية بترخصهم. الممرضين مش في جمعية بترخصهم. إذا أنت إيش المطلوب منك قبل ما تيجي بفترة؟ راسل الجمعية اللي بترخص شغلك، راسل الجمعية اللي بترخص شغلك، وبالتالي لما تسجل معاهم وتحصل على القبول بتضيفه لمستندات الهجرة تبعتك لمانيتوبا، وبيعطيك 100 نقطة. هذا مش كلام قانوني، هذا كلام الراجل اللي في الجمعية، والكلام مسجل وأنا هعرض لكم إياه. كنت أنا بدي أقتطعه لكن التأخير في بس البرنامج، أنا كنت عملكم فيه شغل فقررت أن أقول لكم عليه، وبعدين هعرض لكم الحلقة وهعلق عليها، وحجيب واحد موجود ضيف عندي عشان يحكي في الموضوع هذا. أنا ما بدي أعمل ثيري وما يعني نظري وحكي فاضي، لا، الحكي مليان من أهله، من أهله. إذن إحنا عندنا تسجيل لمسؤول في جمعية الفنيين اللي بترخص الفنيين اللي هي اسمها سيتام، وهذا مسجل من فترة مش جديد. لكن أنا شفت تسجيل آخر بتكلم عن علاقة سيتام ب ريد ريفر، سألت الراجل It's not like that، مش بالشكل اللي انقال ولا انعرض يا جماعة. في أمور لما تخش بشكل قانوني لازم تنحكى صح، لازم تنحكى صح. وأنا عودتكم إنه الحكي بيكون من أهله، يعني ضيوفي كلهم اللي بيجوا هم اللي بيحكوا عن شغلهم، عن التزامهم، عن الجمعية اللي بترخصهم، أو إنهم يكونوا هم من ضمن الجمعية اللي بترخص. فلذلك الحكي كان على حكاية 100 نقطة، موجود ومسجل، واللي بده يجي على مانيتوبا وإله علاقة شغله في فني أو في جمعية بترخصه يتواصل مع الجمعية في مانيتوبا قبل ما يجي، قبل ما يقدم. هذا الأمر حيسمح له باكتساب 100 نقطة اللي بنحكي عليهم. ولذلك الإعلان كان بيقول إذا كنت منهم، يعني أنت حتكسب 100 نقطة للهجرة لمانيتوبا في
البرنامج تبع الـ MPNP إذا كنت من الناس هذول اللي بإمكانهم إنهم يترخصوا ويحصلوا. إذا بنتذكر زمان كان في لقاء عملناه مع شيخ المهاجرين رامي فتح الله. رامي فتح الله كان موجود وإجا وامتحن وشرحنا كيف هو أخذ الفيزا وهاجر. ارجعوا لقناة اليوتيوب The Arab Immigrants، فيها أكثر من 205 فيديوهات، منهم واحد شيخ المهاجرين رامي فتح الله. ارجعوا للفيديو عشان تعرفوا هجرة الحرفيين وكيف تمت. سبحان الله أنا ما كنتش أعرف إنها تمت بمساعدة الأستاذ لؤي الغول. أنا شرحت له إنه في محامي وقلت له ممكن يعمل لك ويسويها، والأستاذ لؤي كان هو اللي سجله في الريد ريفر وعمل له كل شيء واشترى الكتب وكان يذاكر وهو في الإسكندرية وإجا يمتحن مرتين ونجح وأخذ النقاط يميها. فهذا هو موضوع هجرة الحرفيين يا جماعة، وموضوع الميت نقطة. طيب منال بتسأل هل ممكن التقديم للهجرة إلى هذه المدن فقط بخبرة في مجال ما دون أن يكون صاحب الطلب حاصل على دبلوم في هذا المجال؟ زي ما حكيت لكم أنا مش متعود إن أحكي في شيء مش اختصاصي. الأستاذ لؤي كان حيحكي في الكلام هذا لكن للأسف عنده ارتباطات قاهرة فمضطر إنه هو يروح، ولذلك إن شاء الله رب العالمين حطلب منه هو أو من شخص آخر له علاقة بالموضوع إنه يكون ضيفي ونحكي فيه هجرة. يعني في الأخ عبد الرحمن الطويل شرح على صفحته الموضوع هذا وهو صديق عزيز وإحنا متشاركين، يعني أنا بحط البث تبعنا عنده، فالجماعة اللي بتفرجوا على البشمهندس عبد الرحمن الطويل حيلاقوا أنه هو تكلم بالتفصيل عن الموضوع. شورت ستوري، أنا متأسف الأستاذ لؤي هو اللي بيقدر يرد مش أنا في الموضوع تبعك هذا. صيدلي، أنت في صيادلة يا سيد الفاضل، إجوا في صيادلة، المهم يكون الوظيفة موجودة في النوك. آخر صيدلي أنا بعرفه إجا البلد وسبحان الله أنا كنت متواصل معه من أول ما حكيت له على موضوع الهجرة إلى أن وصل الشهر اللي فات. صيدلي، وفي صيادلة كتير أنا بعرفهم إجوا موجودين وصحابي وأصدقاء، وأتمنى ما يخذلونيش ويطلعوا على الهواء. يعني في ناس وعدت وما ظهرت للأسف. نظام المقاطعات، حضرتك بتتكلم عن نظام البراري اللي هي أقرته الحكومة اللي هو برا المدن الرئيسية، أماكن بدها ناس، أماكن بدها مهاجرين يجوا يعيشوا عندهم. هذا هو، كلهم بدوا بألتونا يوم واحد الشهر. والله العظيم أنا كنت حضرت لكم صور من ألتونا، جاتني صور من ألتونا لأنه عندنا ناس يعني نسميهم مراسلنا في ألتونا عائلة دعاس، متعاونين معنا في المدرسة العربية هناك، وهم أول لقاء عملته مع مزارع في ألتونا إجا كفالة كنيسة، والجماعة مش مقصرين. طلبت منهم صور من ألتونا، بعتوا لي بدل الصورة 20، وكنت ناوي إن نعملكم إياهم بإذن الله. صبركم علي وإن شاء الله حتنبسطوا، أنا هعملكم إياها سواء كنت أنا المحاور فيها عبر الدردشة ومع محاورة مع ناس من ألتونا. يعني أنا هكلم ناس في ألتونا بحيث نشرح لكم الموضوع تبع هجرة المقاطعات. ماشي الحال. سمية ستيف، سمعتي الرد تبعي؟ هل ممكن تقديم الهجرة إلى هذه المدن؟ أنا بقولكم أنا مش أنا اللي أحكي في الحاجات القانونية، لكني حجيب لكم الإشي كله ومن أهله. زي ما رحنا على موردن وقابلنا مكتب الهجرة في موردن، برضو هنعمل نفس الشيء إن شاء الله. طيب من المغرب منال، حياك الله، أنت هنا بفيزا زيارة، حصلت على قبول ليناير، ممتاز.
هل ممكن أحصل على قبول الرخصة للدراسة قبل موعد بداية الدراسة؟ I don't know. أنا I don't know. السؤال موجود وحيضل على البث وحيوصل للمحامي ونجيب لك الرد إن شاء الله. صح، it takes time، حوالي 3 أشهر، يعني 14 أسبوع، almost 3 months. أهلا وسهلا أخي وليد. هل عدد الأطفال يتأثر على الملف؟ نو. أصلا كندا بتحب الأطفال، وكندا بدها مهاجرين عندهم أطفال، لأنه هدول بكرة بصيروا يشتغلوا، بصيروا دافعي ضرائب. لأنه من الملاحظ إنه الكنديين أهل البلد بالكتير بخلفوا ولد ويمكن اثنين، وفي منهم بخلفوش، وفي منهم أصلا بتجوزوش، بيعيشوا مع بعض بلا جواز بدون أولاد، وفي منهم لما بتصير حامل بسيبها بوشرد، بدوش المسؤولية. فأنت جاي ومعك أربعة، يا حي يا حي الله، بدهم إياك الجماعة. طيب نور الدين، حياك الله يا نور الدين. تقني كهرباء، 52 سنة، العمر كبير يا نور الدين. I don't know. أنا بعرف إن الهجرة لغاية 45 آخر عمر تاخد فيه نقاط. 52 I don't know. أنا بقدرش أحكم، أنا بقدرش أحكم. منال حياك الله يا منال، بارك الله فيك. فإذا هل في عندنا أسئلة من أي صفحة أخرى؟ هل أشوف معك، اسمحوا لي. سألت على برنامج استثمار شورت ستوري، حكينا هل يمكن التقديم للهجرة إلى هذه المدن؟ هجيب لكم التفاصيل. موضوع المدن أنا كنت اللي أنا بحكي فيه له موضوع 100 نقطة تبعت مانيتوبا، هذه اللي أنا كنت بدي أحكي فيها. بارك الله فيك عبد الحميد. أنا قلت لك إنه أنا أشوف لك الشركة بنفسي عبد الحميد، لأن أنا مهتم جدا في الموضوع، خاصة عبد الحميد لما شفت موضوع إنه أكثر من شخص يبعث لي يقول لي أنا جاني عقد من مين، هذا اللي قاعد ببعث من مانيتوبا يا جماعة أساسا عشان تاخذ وظيفة، وبعدين يقول لك المقابلة كتابية. ليش المقابلة الكتابية؟ إذا كنت في بلد تسمح بالسكايب وتسمح بالوسائل الأخرى، طبيعي جدا إنهم يعملوا لك مقابلة عبر سكايب متعارف عليها، عبر زوم متعارف عليها، حتى الواتساب الآن بيستخدموه. فعلى أساس يعمل لك مقابلة كتابية على ورق ويعني يعطيك سبحان الله راتب؟ حكيته مع واحد منهم أنا، يعني قلت له أنا مرخص في كندا. بالمناسبة هذا الخاتم يعطى للبروفيشنال انجينير في مانيتوبا، الخاتم هذا كل بروفيشنال انجينير بنعمل حفل كبير وبيسلمونا الخواتم هذه. هذا خاتم، مش خاتم الزواج، خاتم البروفيشنال انجينير. فأنا بروفيشنال انجينير وجاي معي 30 سنة خبرة دولية، وعملت 4 سنين ونص خبرة في أكبر شركة في مانيتوبا، ما حصلتش الرقم اللي بيحكوا فيه، عارضين عليه 10.5، 10,500 دولار. ليش؟ لو كنت أنت صاحب الشركة موجود في البلد وبتعمل عقود وبتعمل يمكن تحصل 10.5، لأنه أنت يا راجل تاجر، لكن أنت تكون موظف. وبعدين واحد كان على خط إنتاج وبدهم يجيبوه يشتغل في كونستراكشن، ما عندوش خبرة في الكونستراكشن، هذا شيء وهذا شيء يا جماعة، هذا شيء وهذا شيء، يعني بالعقل بدك تاخذ راتب ما حصلوهوش اللي عندهم خبرة جوا البلد، بل ضعف ضعف راتب اللي جوا البلد اللي عندهم خبرة. ربنا عرفوه بالعقل، وأنا هحاول وبإذن الله أجيب لكم النتيجة إن شاء الله. طيب نرجع تاني، الكفالة الكنسية وغير الكنسية شغالين، الفكرة يا جماعة الناس طلباتهم مركونة من سنتين، يعني الحكومة بتعطي زي ما بسموها كوتا بالإنجليزي أو نصيب لكل جمعية
إلها اسم ومحترمة وبتشتغل صح وما فيش عليها شكاوي. طيب لما يكون أنت عندك مكتمل العدد، بدك تيجي تاخذ ناس من برا، بده يصف تحت لما يخلص اللي عنده بالمنطق، بس يخلص اللي عنده بروح على اللي بعده. يعني اذا لقيت حدا يشوف لك كنيسه او جمعيه من تبعون ساه اس اي اتش، بارك الله فيك وتوكل، لان هدول يعني الحكومه معتمده. من المغرب قدم طلب دراسة من كندا لمعهد وحصل على القبول ليناير، هل ممكن أحصل على قبول الرخصة للدراسة؟ نفس السؤال منال. آه قلنا عليها منال، أنت في كندا لو جيت من أمريكا، هذا حكينا ساعة ما كان الأستاذ بيتكلم. طيب أسامة الطباع، أهلا وسهلا وحياك الله أخي أسامة. هل في عندنا حدا تاني حط سؤال؟ اوكي نتكلم على موضوع مانيتوبا كمان مرة. الصديق في مانيتوبا، أوصلني حالي معاكم، خلينا نشيل الكرسي هذا تبعنا. اوكي الآن مانيتوبا يا جماعة من ضمن الاشتراطات عشان تاخذ نقط أكثر، الصديق في مانيتوبا، لأن الصديق بيعطيك نقط والقريب بيعطيك نقط. مين هو الصديق؟ مين هو الصديق؟ شخص تعرفه، كنت تشتغل معاه، كان زميلك في الدراسة، في المدرسة، في الكلية، في الجامعة، في الحارة، هذا هو الصديق. إذن عشان يكون لك صديق في مانيتوبا المفروض انك تثبت الكلام هذا. طيب كيف تثبت الكلام هذا؟ رسائل، صور، اجتماعيات، تليفونات، هدايا الى اخره، تثبتها. طيب هل ممكن حدا يساعدك في الكلام هذا؟ انا بعمل شيء الكلام هذا، هذا برا شغلي، أنا بقدم البرنامج وأنا مسؤول، مهندس بروفيشنال. يمكن تلاقي حدا صديق لك يدور لك في البلد، يمكن إذا هو بيدور لك في البلد يدور لك صاحب، يدور لك معرفة يخدمك. يعني أنا كنت بخدم الناس اللي بتيجي مجانا أيام الزيارة الاستكشافية لمانيتوبا لما كانت مفتوحة، كنا بنكتب في منتديات المطاريد، وكانت الناس تقول والله أنا جاي زيارة استكشافية، حصلت على موافقة الزيارة الاستكشافية، نقول أهلا وسهلا. أروح أنا بعد ما يجي يوصل وينزل، نساعده في الأول إنه يدور مكان ينزل فيه، نزل أخذ سيارتي، كان عندي سيارة فان اللي هي 7 ركاب، وهو وعيلته وأفسحهم وأوريهم ونشوف الأماكن في البلد. المفروض الصديق هو اللي يساعدك. احنا كنا نعمل هذه الصداقات زمان، ماشي، ايام الكتابة قبل الفيسبوك وقبل المنتديات وقبل ما نكون، اجا واحد يعملها مرة ويقول انه صديقي، انا ما زبطتش معه ورفضوا له الملف، انا مالي. فانت بدك حدا ممكن انه يساعدك في البلد هنا، ولما يساعدك في البلد هنا يشوف لك، يعني انت بتعرفش البلد، ممكن تدور على حدا يدور لك، او حدا يقول لك كيف تدور، او حدا يدلك كيف تلاقي. يعني مثلا في 21,000 مسلم في مانيتوبا، ويمكن 6,000 منهم عرب، فانت بدك حد يشوف لك انت كنت وين، في اي بلد، في اي مدرسه، في اي مطرح، ويشوف لك في المقيمين الموجودين هل في حدا من بلدك؟ طب هل هذا اللي من بلدك تخرج من نفس مدرستك او جامعتك او اشتغل معك في نفس الشركة او المؤسسة او المصنع، او اغتربتوا في الخليج او السعودية سوا؟ اذا لقيت حدا يخدمك الخدمة هذه والله كان بها، انت ساعتها بتتواصل مع صديقك هذا، بتعيد خيوط الصداقة من تاني. هذا هو الصديق اللي في مانيتوبا.
ماشي الحال، نشوف حدا تاني عنده سؤال يا جماعة. نرجع من تاني. انت اشعة بكالوريوس، خبرة 10 سنوات، انجليزي ممتاز، فرنسي جيد جدا. انجليزي ممتاز يا سيدي خالد، يثبت بشهادة الايلتس. انا كنت في بريطانيا وبشتغل في دبي مع انجليز، ويوم الهجرة قال لك هات شهادة الايلتس، امتحنت ايلتس. بس بدك تقدم لمانيتوبا، بدك تدخل موقع حكومة مانيتوبا. إذا أنت بتحكي فرنسي ممكن تدخل في الفرانكوفون، برنامج الفرانكوفون معمول للناس اللي بتحكي فرنسي. بدك تجيب TEF 7، كل سنة وأنت طيب، برضو شهادة. اثبت اللغة بشهادة، عندك التنتين ممتاز. في واحد امبارح من الإخوة المغاربة بيقول لي صعب على الناس الناطقين بالفرنسية انهم يشتغلوا في الهندسة هنا، لان معظم الشركات بالانجليزي. هو هيستخدم الفرنسي عشان يهاجر على الفرانكوفون، وممكن يقعد 2 3 سنين يتعلم انجليزي وبعدين يشتغل. What's the problem؟ مفيش مشكلة، الصبر. اذا انت حاطط الهجرة هدفك، الصبر. طيب قاسم، أهلك في كندا من 3 سنوات، أختك متزوجة وموجودة بالأردن، عمرها 25، بيصير يعملوا لها لم شمل؟ بيصير. وإذا كانوا في كيبك يوم 20 يناير حيفتحوا موضوع الكفالات، ومن الكفالات العائلية والثنائية والخماسية وساه وغيرهم. بس للأسف عدد الطلبات 750 طلب، يعني محدودين للأسف. يعني في ناس إذا كان بيقدموا يدوي بدهم يكونوا واقفين على باب هجرة كيبك من بالليل، نايمين على الباب، لأنه بيكونوا طوابير زي البلاك فرايدي. الناس لما بتروح تشتري تلفزيونات وإلكترونيات وحاجات في بلاك فرايدي، بتكون بايتة من المغرب قبل بيوم، ماخدين. وطبعا لأنه في الشتاء وبارد، في ناس منهم ماخدين الشاي والقهوة وكل شيء، وبروحوا بقعدوا على الباب مشان يعمل الكلام هذا. فؤاد، انت بتقول موضوع نصب اكيد على موضوع حكايه مانيتوبا، بس انا فؤاد في جزئيه هنا، انه انا بديش اقول نصب المره هذه، انا بدي اتحرى الموضوع كون انه الشركه في المنطقه اللي اسكن فيها، فانا بدي اروح لهم بنفسي، بروح لهم بنفسي. اولا، هل هذا الخطاب طالع من عندكم؟ لا. اذا مش من عندهم وثبت انه نصب، الان بدنا نبتدي نسعى نشوف مين هذا اللي في مانيتوبا اللي قاعد بيشتغل نصب. حيخرب اسم المقاطعه يا جماعه، حيخرب على الناس اللي بدها تيجي والله. وقال في الاخر بقول لك انت بس حتدفع $500 للفيزا، انت الفيزا بتدفعها عندك مش عنده، انت بتاخد ال ام اي والورك بيرميت، لكن انت بتعمل فيزا عندك. هو اللي بده يعمل لك بدفع $1000 مش 500 لان ما هي، يعني هو بده يخليها 500 عليك 500 عليه، في حاجه مش مفهومه في النص. طيب ضياء، اجراءات الاقامه في مانيتوبا بعد الفحص الطبي. اقول لك على حاجه، انا لما هاجرت عملت الفحص الطبي، وبعد 11 شهر استلمت الفيزا. انا اعرف واحد قالوا له بعد سنه عيد الفحص الطبي، لانه الفيزا بتاخد انت سنه من صلاحيه الفحص الطبي او جواز السفر، ايهما بيخلص قبل. فالرجل جواز سفر كان ضايل فيه سنين، قالوا له عيد الفحص الطبي. وفي واحد والله ما قالوا له عيد الفحص الطبي، كل واحد وحظه. طيب الايميل موجود darabimmigrants@gmail.com، شوفوا الاسم darabimmigrants كلمه واحده @gmail.com، وبعدين رقم الواتساب هيطالع على الشاشه. يعني بامكاني ان اكتب لكم، خلوني بس ثواني معاكم نحط الايميل عشان الناس اللي بتسال في الايميل. طيب نقول انفورميشن بار،
اوكي. اوكي اذن الانفورميشن بار تعدل ونرجع تاني هنا من تاني ونشوف اذا كان تعدل ولا هنا هناك. يا ربي انا مع اسئلتكم يا جماعه مش سايبكم، يعني قربت الساعه تبعتنا تقريبا انتهت، تقريبا انتهت. الايميل طلع هيو موجود على الشريط arabimmigrants@gmail.com. اذا الساعه تبعتنا مع ابو عمر خلصت. ممكن ايميل، انا حطيت الايميل arabimmigrants@gmail.com. رقم الواتساب موجود، اللي بحب يبعث رساله وتكون سريه بتيجي باذن الله. يا فؤاد بارك الله فيك انك متابعنا. انا حقيقه ممكن اقول ماليش دعوه، لكن لانه هذا ثالث واحد يجي يسالني انه جاته عرض عمل من مانيتوبا وموقع من المدير ومختوم وبتشوفه انت ذكرني في حاجه بديش احكيها لانه فيها سياسه. فاكرين حكايه الختم والتوقيع والتاريخ؟ يا تبع امريكا، تبع الامه من امريكا. ف ختم وتوقيع وتاريخ واسم المدير ومش عارف ايش. طيب شركان، انا جاي على مانيتوبا قريبا، اهلا وسهلا بك شركان. مهنتك محاسب من المغرب، يا حياك الله. حقول لك ايش لا 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 اوعى لا تغير ماده. شوف يا جماعه المحاسبين كل هيتكم بتروحوا بتعملوا، ما تتاخروش، سجلوا بتعملوا كورس ضرائب تاكسيشن 9 اشهر، وانتوا جايين مهاجرين جدد اعتقد بتاخذوا جرانت او دعم من الدوله او واحد من برامج المهاجرين الجدد بوديكم. بتروح على كليه زي ريد ريفر او سي دي اي او غيره وبتاخذوا الكورس وبتشتغلوا، وانت في الطريق اشتغل كاشير، اشتغل اي حاجه من اللي بتحط ايدك على الاله الحاسبه بيمشي الحال. بس بعدها، وانا عندي لقاءين مع محاسب موجودين على قناة اليوتيوب The Arab Immigrants. يا جماعة عندنا قناة لليوتيوب، الناس بتسألني، عندنا والله عندنا، بس أنا بقول سبسكرايب وشير والحاجات هذه. The Arab Immigrants عليها أكثر من 205 فيديو، روحوا اتفرجوا كل المجالات، طب صيدلة محاسبة كل شيء ما عدا الممرض والمدرس وكمان واحد مستني. ضيا حياك الله، أتمنى أن تكون الحلقة أرضتكم وغطينا فيها كل المواضيع، وبإذن الله حيكون لي معكم الدردشة، وفي الدردشة حتفصل أنا في الموضوع تبع التونة وغيرها من الفارمز. جامعة سان بونيفاس بالفرنسي، و الدكتور زلامة موجود وحكى، وبإمكانكم تدخلوا على اسمه في الجامعة وتراسلوه، والرجل يعني خدوم ما بيقصر. شوفوا كل اللي بيسألني عن التواريخ، ما فيش حالة بتنطبق على أختها، لكن في تايم بلان، تايم فريم، إنه مثلا خلال سنة، خلال 6 أشهر، خلال سنة ونص ممكن. لكن واحد زي واحد عمل سبونسر شيب، مرت بنت زوجت من بلدها وجت وهي عربية، قدمت لزوجها سبونسر شيب اعتقادهم بياخذ سنه لسنه ونص حنحضر للفرح ونشتري الفستان و و و الى اخره. بعد 4 اشهر كانت الموافقه، 5 اشهر العريس كان في البلد، صار في سرعه، في فرح، في اجراءات، الله يبارك لهم، بس ما كانوش متوقعين. اوكي، فمفيش تواريخ، فانا اسف.
إذا جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شكرا على حسن مشاهدتكم. لقاءنا الثلاثاء القادم مع أبو عمر، لقاءنا إن شاء الله بيكون في الدردشة، ممكن تكون في الجمعة، ممكن تكون في ويك إند في الأحد، عادة أنا بحاول أعملها الجمعة إن شاء الله رب العالمين. فأنا لغاية الآن بحاول أستقرئ الوقت الأنسب لكم عشان أشوف، لأنه أنا بشوف الأعداد تبعت المشاهدين وهي بتعلى وبتنزل حسب المناطق، حتى من الأسماء بعرف المتابعين في المنطقة هذه أو هذه أو هذه. نحن الآن ساعتنا واحدة الظهر، واحدة تقريبا 10 دقائق في وينيبيغ مانيتوبا. فأنا أعتقد اللي في الشرق اللي هم الخليج العربي زي دبي قربوا يناموا، اللي في المغرب العربي يمكن الساعة عندهم 6 5، حد من المغرب يقول لي كم الساعة، احنا ساعتنا واحدة، اذا اعطيناك 5 ساعات بعد ما غيرنا الساعة انا مش عارف انتو كم ساعتكم. فاحنا بنحاول نحط الحوار بحيث انه اللي في المغرب واللي في المشرق يكونوا صحيين وحاضرين. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.